فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل غني وعنده أخ فقير له أبناء، هل يجب على هذا الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ النفقة تابعة للإرث، إذا كان في مانع يمنع الإرث هذا محجوب من الميراث بأخيه فلا تجب نفقتهم عليه. الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.